أهلا بأحبائي زهور الغد من مدرسة دارسيت، وإن شاء الله تمضوا معنا وقت مسلي ومفيد. أكبر قارة في العالم قارة آسيا، وأصغر قارة في العالم قارة أستراليا. أنت متأكد من الإجابة؟ خالد، اذكر ثلاث أنواع من الخضروات تبدأ بحرف الباء وتزرع في عمان، وثلاث أنواع من الفواكه تبدأ بحرف الباء وتزرع في عمان أيضا. أيوة، أول من الخضروات، الخضروات تبدأ بحرف الباء بس بسرعة. بطاطا، بطاطا، بقدونس، بقدونس، بسرعة، بصل. أول جبت بطاقة داو مستعملة، أيوة، وجبت الألمنيوم وخيطته، الألمنيوم، كذلك أيوة، كذلك حتى صارت مثله وسط صندوق. سنة حلوة يا جميل. أحبائي زهور الغد، أتمنى أن أراكم دائما في صحة وسعادة وخير، حتى أن أراكم في الأسبوع المقبل. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.